منصة إلكترونية للتعلم مجاناً تحت اسم تبشورة.com هي إحدى الإنجازات الأولى اللي حققتها جمعية لال الخيرية لبانيز Alternative Learning، وذلك بالتعاون مع جمعيات أخرى مثل School Pulse اللي قدمت الدعم المادي والمعنوي لتحميل منهج التعليم اللبناني على هالموقع. فكرة لال بلشت بالمستشفى مع تلاميذ، مع أولاد مغادة بالمستشفى، وعادة ما بيتغيبوا كتير عن المدرسة. دونك كانت فكرة تطوع، تطوعنا تنساعد بالمستشفى، ومع صديقة لإلي دايما بذكرها بأول وقتها بحكي عن لال، لأنه صديقة كان هي كمان مريضة وتوفت من 4 سنين. دونك بلشت بالمستشفى، وكانت فكرة الإي ليرنينج نسمح للأولاد يدرسوا وين ما بدون، ساعة اللي بدون، ساعة الحاسين حالهم أحسن، ساعة منهم مزعوجين من العلاج اللي عم بياخدوا. وهيك بلشنا بفكرة منصة إلكترونية ما كان لها اسم، بعدين صار اسمها تبشورة. بالأول ما كان لها اسم، وكان هدفها تلميذ المغادة بالمستشفى. وتطورنا 3-4 صفوف، حسينا انه الشغل اللي عم نعمله حرام يكون لكم ولد بمستشفى، وفي كتير ناس فيهم يستفيدوا من المنصة. هي اصلا كانت منصة عاملينها ببلاش، بس الناس ما بتعرف عنها. هالعمل التطوعي الخيري طال ببادئ الامر عدد معين من الصفوف لحين ما توسعت الاهداف، ما اقتصرت فقط على اكتساب الأطفال المواد العلمية، بل تنوعت بين تأمين الدورات التدريبية للأساتذة أيضاً والمتابعة مع ورش، بالإضافة للمشاركة بمشروع أطلقته جمعية World Vision تحت عنوان No Lost Generation 2. بروجي اللي آخر شيء عملناه هو مع World Vision. World Vision بيشتغلوا على بروجي ممول من سفارة كندا، من كندا Global Affair. هيدا البروجي اسمه No Lost Generation 2، هو بروجي كبير للاجئين السوريين، فيه عدة مضمون. نحن أخذنا شقفة الإيلورنينج، كان عندنا 6 شهور تيخلص البروجي، وبهال6 شهور تمكننا نعمل البلاتفورم يلي كنت عم فرجيك إياها ب3 لغات، عربي فرنسي وإنجليزي، مضمونة مطابق للمضمون اللبناني للبروغرام الغودة، المنهج اللبناني تبع الغودة يلي هو هلأ المنهج الجديد يلي طلع ب2015. عملنا 2350 نشاط إلكتروني، وصورنا 100 فيلم وقصة مصورة. اللي حابين كمان نعمله على تبشورة هي يكون في شقفة اكسترا كوريكولير للولاد اللي برات بيروت او ما بيصح لهم يشوفوا معارض، يشوفوا متاحف. دونك يكون في على لال رسامين لبنانية او عرب يسمعوا اغاني لبنانية او عرب، وكمان يتعلموا اذا بشوف رسمة شو بتطلع بالرسمة، اذا بسمع غنية شو بهمني اطلع بالغنية. والفكرة الثانية يلي هي ورش، نتعاقد مع فنانين يلي هن حابين يتطوعوا، بس يتطوعوا مش نهار او نهارين، يتطوعوا فترة شوي أطول، يعني 2-3 جمعة تا يشتغلوا مع الولاد ويعلمون شي. لال مؤسسة هدفها تربوي بامتياز لا مكافحة الأمية، فالعلم هو سلاح لا غنى عنه لمواجهة المجتمع.